كثير من الناس من يقول دعونا ولم يستجب لنا. الدعاء له مفاتيح وآداب. طالما الإنسان كان متطهرا مستقبلا القبلة بادئا دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله وخاتما دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله، الله لا يرد الصلاة والسلام على حبيبه ومصطفى، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. إذا جعلت دعاءك بين الصلاتين، بدأت بالصلاة على النبي ثم الدعاء ثم الصلاة، هو لا يرد الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. فلذا كان علينا أن نكثر من الدعاء، وأن نعلم أن للدعاء آداب وأخلاق وسمات. نتحاشى الدعوة بإثم أو قطيعة رحم، نتحاشى الدعوة التي فيها ظلم على الغير، ونعلم أن الدعاء مقبول. ادعو وأنت موقن بالإجابة، تقول لم يتحقق الأمر، أنت لا تعلم الأفضل لك والأنسب لك. الذي يعلم هو علام الغيوب وحده، ويعلم أنك بهذا الدعاء استجاب الله فرد عنك كربا شديدا. إن لم يتحقق ما طلبت فقد تحقق برد كرب شديد كان سينزل لك، أو أن يدخر لك في الآخرة فترى ثوابا كثيرا لم تعمل، فيقال لك هذا دعاؤك الذي دعوته في الدنيا. إما أن يحقق ما طلبته، وإما أن يرد عنك من الكرب مثله، وإما أن يدخر لك في الآخرة. وفي شهر رمضان المبارك يجدر بالمسلمين أن يكثروا من الدعاء، وأن يتقربوا إلى الله به، وأن يتعرفوا على الدعاء الذي يكون أرجى للقبول. نقدمه ونختمه بالصلاة والسلام على رسول الله. ندعو لا إثم ولا قطيعة رحم ولا ظلم، ندعو بما فيه الخير،